مشاهدينا الكرام، سوف ننقل لكم البث المباشر لمباراة المنتخب المغربي ضد المنتخب المالي في ربع النهائي من كأس العالم الأقل من 17 سنة. لكن قبل مشاهدة هذه المباراة، لا تنسوا دعمنا بلايك واشتراك بقناة، فهذا يسعدنا كثيرا وشكرا لكم. ملعب المستضيف للمباراة ملعب استاديون مانهانا بسوراكارتا سيتي في تمام الساعة 1 ظهرا بتوقيت المغرب والجزائر وتونس، والساعة 2 بتوقيت القاهرة، والساعة 3 مساء بتوقيت السعودي وقطر والإمارات. وسوف تنقل المباراة على قناة بي إن سبورت 5. تجدون البث في صندوق الوصف بجودة فول اتش دي وبدون تقطيع. نتمنى لكم فرجة ممتعة، لا تنسوا دعمنا بالاشتراك بقناة، ونضرب لكم موعد في موعد قادم.